انا طبعا حبيت اصور لكم ايه غرفة العمليات هنا. طبعا بسم الله ما شاء الله، هنا مبنى كامل، غرف كبيرة جدا للاسنان. وطبعا ايه، لان في مرضى دلوقتي مع الدكاترة فمرضتش اصور، لكن حبيت بس اوريكم ايه هنا غرفة الجراحة، حبيت بس اصورها لكم. قمة التقنية الحديثة جدا. دي ما شاء الله كل الشهادات. السلام عليكم، اتمنى يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. دلوقتي انا في عيادة اسنان بسم الله ما شاء الله، متخصصة بس في الاسنان، مبنى كامل كله متخصص بالاسنان، سواء عمليات جراحية، سواء الاسنان، تجميل الاسنان، سواء اي حاجة خاصة في الاسنان. تاني حاجة يعني شكرا، انا ترجيت المترجم بتاع المستشفى، قلت كل له ممكن الشكر. تصورني، حتى هو اللي بيصورني دلوقتي وكده، أهلا انسان وسهلا. متواضع والله، ربنا يحفظه. فدلوقتي بالنسبه للمستشفى ديت، بسم الله ما شاء الله، مكانها حتى جنب محطه المترو بتاع اقصراي هنا، يعني ايه في المركز، جنب محطه ترامواي يوسف باشا، قريبه جنب محطه مترو امنيات الفاتح، يعني في المركز وكل حاجه. تاني حاجه والنقطة اللي عايز أقولها لكم جدا، هنا يعني في كل اللغات، سواء لغة عربية، إنجليزية، روسية، لكن الأهم من كل ده عايز أقولها حاجة من القلب. ناس كتير والله قالوا لي يا علي، بعتوا لي على الواتس أب، يا علي بما إنك أنت عايش في اسطنبول ما تعرفش مستشفى أسنان كويسة في الوقت ده؟ أنا ما كنتش عارف ليه، لأني ما ينفعش أقول أي حاجة أنا اصحابي مش مدربينها. صحيح. لكن هنا بسم الله ما شاء الله، لما اكثر من حد من اصدقائي قالوا على المستشفى دي يعني جميله جدا واسنانهم بقت بيضه وحلوه، فخلاص توكلت على الله، قلت ايه يعني افيدكم ان شاء الله. فبمجرد انت محتاج، سواء لا قدر الله حصل في اسنانك كسر او اي عمليه جراحيه، مختصين، دكاتره مختصين اسنان هنا. تاني حاجة، لو انت مثلا عايز ابتسامة هوليوود بسم الله ما شاء الله، او انت عايز اي حاجة خاصة بالاسنان، بكل بساطة تقدر تتواصل معايا على الواتساب، وانا اخليك ايه تتواصل مع الدكتور مباشرة والمترجم يتواصل معاك مباشرة. انا بس حبيت اخدمكو، لان الواحد لما يجي يخدم اخوه اكيد ربنا هيبعت له حد يخدمه ان شاء الله. تحياتي ليكم، علي جمال، اسطنبول تركيا، مع السلامة.